كيف شاف شيخ؟ والله بخير يا حالي، الحمد لله. تفضل. الله يسلمك. انا حسين من العراق. تفضل يا استاذ حسين، عندنا والله سؤال مطروح الله على يسلمك. الشاشه لو نجد له اجابه. اسلام، في سؤال: لماذا لم يستعمل علي الشيعة القدرات الخارقه؟ اي أيوة، وانا قاعد راح اجيك على هذا الموضوع. بس اول شيء انا اعرف انه كانسان مسلم، وانا انسان دارس، معلم جامعي الحمد لله، دارس وفاهم وقاعد جلسات دينيه. الامام علي عليه السلام استمد قوته من الله عز وجل، وكذلك بفضل دعاء الرسول عليه السلام. هاي الترهات انه يعمل كذا ويعمل يعلم الغيب ويضرب الصخره وش يطلع من عندها ماي، هاي كل هاي امور انا ما اؤمن بها اطلاقا صراحه. نعم. كانسان مسلم ما اؤمن بها اطلاقا. حضرتك شيعي ولا سني؟ اوفل من الشيعي. اوفل من خلينا نكمل حديث الله عليك. تفضل. بس اكثر شغله ايدك ساعدني بيها مثلا ويا شيخ. تفضل. ما انت سامع بعمرو بن ود العامري؟ تعرفه؟ نعم. هذا الكافر رجل خارق، رجل جدا قوي، يقال انه كان يعد بألف فارس، وكانت كل العرب تخشاه، وكل يعني قريش جد قويه وجد بها ابطال وشجعان، لكن حتى الابطال والشجعان كانوا يخشوه. لما صارت معركه الخندق وقفز هذا الكافر مع عكرمه وطلب المبارزه، طلع الامام علي عليه السلام وقتله، والامام علي كان صغير السن. وانا ما اعجب من المسلمين، بالعكس ما حد يخافه، لكن هي شيئة الله انه هذا الكافر يقتل على يد علي بن ابي طالب. السؤال هنا أنا يا شيخ، كيف علي بن ابي طالب عليه السلام اجهز على هذا الكافر؟ يعني هل بفضل دعاء الرسول؟ هل علي بن ابي طالب كان اقوى من عمرو بن ود؟ وهذا ايضا تعتبر يعني من الاشياء اللي تتعلق بالخوارق، صح ولا مو صحيح؟ اولا لا، هذه لا تعد من الخارقه، دي ممكن تتعد من البطولات. فاحنا شفنا كثير، معلش يعني، بيبقى رجل كمال اجسام وبيلعب مش عارف ايه، ويجي لا. واحد مثلا بطل كونغ فو يروح جاي غلبه. نعم. في امور، في حاجه اسمها خوارق العادات. بمعنى ايه خوارق العادات؟ ان في زي بالظبط كده لما طلبوا من سيدنا عيسى انزال مائده من السماء، الجزع عندما حن للنبي صلى الله عليه وسلم، عندما انشق القمر، الله عليه وسلم. في حاجات خارقه للعاده، فدي اللي تسمى معجزه. لكن انت ما تستطيع ان انت تسمي قتل علي بن ابي طالب لعمر اللي هي معجزه او خارقه، تمام؟ دي بطوله ما فيش مشكله، عايز تسميها خارقه ما في مشكله، يعني مش هنوقف عند ديت. ولكن انت لما تيجي مثلا وتقول لي، اسمعني بس لو سمحت، اسمعني، انت لما تيجي مثلا في العقيده الشيعيه يعلم ما كان وما يكون، طب ما انا بنفس العقيده اللي انت حطيتها انا اهدم لك اللي انت بتقوله. ليه اهدم لك اللي انت بتقوله؟ بنفس عقيدتك. يعني انا ايه هي الخارق للعاده؟ لما انا ادخل معركه وابقى عارف ان انا لن اقتل، يعني فين الفضيله؟ فضيله عند اهل السنه والجماعه لان علي بن ابي طالب لا يعلم الغيب، دي فضيله عند اهل السنه. لكن لو رحنا بنفس عقيده الشيعه انه يعلم ما كان وما يكون والى اخره، يبقى اذا هو داخل يقاتل عمرو ومع ذلك يعلم انه لن يقتل، يبقى فين الفضيله؟ يبقى نسب الخروقات لعلي بن ابي طالب ليس فضيله، بل بالعكس تنتقص من الفضيله التي اعطاها الله عز وجل لعلي بن ابي طالب. واضح كلامي ولا مش واضح؟ لا لا واضح. يعني انت، انا هقول لك مثال اخر. المبالغه يعني شيخ، يعني الميزه، المبالغة ما هي الميزه؟ ان انت تنام في فراش النبي صلى الله عليه وسلم وانت تعلم انك لن تقتل. ايه الميزه؟ ايه الفضيله؟ يبقى هم وضعوا لعلي بن ابي طالب صفات هي من طعنت في عرض، اسف مش في عرض علي، طعنت في فضائل علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه. يعني ارادوا تضخيم علي بن ابي طالب، زي بالظبط كده المثل اللي يقول لك ايه، الدبه التي قتلت صاحبها، ارادت ان هي تهش من علي الدبانه قامت لطمان موتاه. ففين الفضيله؟ حتى في كتب السنه والشيعه، شيخ اسمح لي، حتى في كتب السنه والشيعه عندما يسأل، مو إنسان عادي، عندما يسأل دكتور أو باحث أو كبير، يقول من هو أشجع رجل مؤمن من بعد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم؟ يقال علي بن أبي طالب.
طب لا معلش، ما انت اصل انت بتقيسها ازاي واحده واحده؟ اصل انت بص اقول لك حاجه، لما تيجي تقول مثلا علي بن ابي طالب اشجع من النبي، اشجع واحد بعد النبي، هقول لك الشجاعه فين؟ هتقول لي والله قاتل فلان وقاتل علان وقاتل وقاتل وقاتل، جميل. طب النبي صلى الله عليه وسلم قاتل وقاتل وقاتل وقاتل؟ هتقول لي لا. انا اقول لك من بعد النبي؟ هتقول لي لا، هقول لك اذا يبقى عندكم علي بن ابي طالب بالقتال ده افضل من النبي كمان. طب تعالى بقى لسيف الله المسلول خالد. لا 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 ما يا اخي اسمعني بس، اصل المشكله مشكله ان انتوا بتوقعوا نفسكم في مطبات وانتم مش واخدين بالكم منها. يعني لو رحنا مثلا لخالد بن الوليد، خالد بن الوليد له بطولات اكتر من علي بن ابي طالب ومعارك اكتر من علي بن ابي طالب. هل لو احنا مسكنا بطولات خالد بن الوليد هنقول بهذه البطولات اصبح افضل من علي بن ابي طالب؟ فلا تقاس هكذا البطولات، لا تقاس هكذا الامور. يعني غلط هذا القياس؟ غلط القياس نفسه، القياس غلط، القياس ده نفسه غلط. هو علي بن ابي طالب الله عز وجل فضله تفضيله، مش بشرط بقى بقتاله، مش هو خلاص علي بن ابي طالب شخصيه مفضله بعلمه بقضائه ماشي، بشجاعته ماشي، كل الحاجات ديت فضلت علي بن ابي طالب. لكن انت ما تقدرش تمسك زاويه واحده من الزوايا ديت وتحكم عليها، والا فهناك افضل من علي بن ابي طالب في القتال. من هو؟ وخلي بالك هقول لك مثلا سيف الله المسلول. يلا قول لي. اسمعني بس، سيف الله المسلول خالد بن الوليد قاد معارك اكتر من علي بن ابي طالب، قاتل قتله اكتر من علي بن ابي طالب. اذا جه واحد دلوقتي قال لك مثلا، سالك سؤال وقال لك ان لم يكن في القتال وفي اداره الحرب اسامه بن زيد افضل من ابي بكر وعمر وعثمان وعلي مجتمعين، لما كان استخلفه النبي صلى الله عليه وسلم لاداره الحرب مع هؤلاء او وهؤلاء موجودون، هتقول له ايه؟ انا الصوت يقطع عفوا بس بالارق بسبب الشبكه والتيار. معلش نعيد تاني للاسف بدا اسمع ازاي. نعيد تاني لو جه سالك واحد دلوقتي وقال لك الم يستخلف النبي صلى الله عليه وسلم اسامه بن زيد على صغر سنه استخلفه على ابي بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابه وجعله قائدا للجيش، ان لم يكن افضل منهم قياده للجيش لما استخلفه، هترد عليه تقول له ايه؟ اما ان يكون استخلف الاضعف على الاقوى، اما ان يكون استخلف الاضعف على الاقوى او الاقوى على الاضعف. ايه صح ولا مش صح؟ كلامك يبقى الامور لا تقاس هكذا، كل واحد ليه فضيله، كل واحد ليه فضيله. زين يعني اكو ناس صراحه شيخ، يعني اكو ناس قارنوا حتى بالجاهليه حتى قبل الاسلام. يعني يقال شيخ اسمعني، يقال حتى يعني انقيس علي بن ابي طالب، انقيس حتى بشجعان الجاهليه، امثال مثلا عنتر بن شداد، يقول لك عنتر بن شداد لو كان موجود في الاسلام متبارز ويا علي بن ابي طالب كان قتله. فقلت له شو هذا؟ شلون عرفت؟ مو قياس، هذا مو قياس، احنا ما نقيس الامور بهذا الشيء. كل رجل شجاع له خصله من الشجاعه، وله خصله من العلم، وله خصله من الافضال. ما تقاس الامور هكذا. يعني هاي الامور بس نعم. كعمر بن ود لما قتل عمرو بن ود، يعني يقول لك هذا رجل اللي عدونا بألف فارس، علي بن ابي طالب قتله، كيف قتله؟ بقوته او بالدعاء الرسول؟ نعم انا اقول بالاثنين. اي صحيح بالاثنين، ولكن احنا مش عايزين نفضل واحد على واحد ومش عارف ايه بنفس اللي بيستعمله الشيعة. يعني جالي من قيمه كام يوم واحد يقول لي كم قتل عمر بن الخطاب؟ تمام، وعايز يوازي ما بين عمر بن الخطاب وعلي بن ابي طالب في مساله القتل. يعني طالما علي بن ابي طالب قاتل اكتر يبقى افضل من عمر بن الخطاب مثلا، هو عايز يقول كده. قلت له لو انت حضرتك هتقيسها كده يبقى علي بن ابي طالب افضل من النبي صلى الله عليه وسلم، لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد الا انه قتل رجل واحد. فالمساله لا تقاس هكذا. فلو جالي انا واحد دلوقتي كسني وقال لي أيهما أفضل في الحرب، أسامة بن زيد في قيادة الجيش، أسامة بن زيد أم أبي بكر الصديق؟ أقول له أسامة بن زيد. شوف مع حبي
لأبو بكر الصديق. وخلي بالك هقول أسامة بن زيد، وإلا لما كان النبي صلى الله عليه وسلم استخلف أسامة بن زيد عليهم. المسائل عندنا واضحة وصريحة، ما عندناش لف ودوران، ما عندناش شغل العاطفة ان احنا نتكلم بعاطفة. على العموم الله المستعان، ونسأل الله عز وجل لك ولنا الهداية الى ما يحبه الله عز وجل وارضاه. شكرا لك.